جزاكم الله خيرا. يقول: عندما أقيمت صلاة الجمعة تقدمت بين الصفوف كلما وجدت فرجة حتى وصلت إلى صف يقع بين ساريتين، ولم أجد فرجة للتقدم بعد ذلك، وكذلك لم أجد فرجة في الصف الذي خلفي للصلاة فيه، فهل يجوز لي والحال ما ذكر الصلاة بين الساريتين، علما بأن المسجد مليء بالمصلين؟ لا بأس بذلك، إذا امتلأ المسجد واحتاجوا إلى الصف بين السواري جاز ذلك، لا حرج فيه. نعم.